اهلا بيكم مشاهدينا، ويوم مختلف، وكل سنه وانتم طيبين. بنقولها لكم من مكان مختلف واحتفاليه مختلفه على شاشه المصريه. اهلا بيك يا تامر. اهلا بيك يا منى، كل سنه طيبه، كل سنه طيبين مشاهدينا في كل مكان، كل سنه طيبين يا مصريين في كل مكان. بمناسبه عيد شم النسيم طبعا، واحنا فخورين جدا ان احنا نكون في رحاب هذا المكان التاريخي النهارده، في رحاب الاجداد يا منى. بص، الفكرة عجبتني قوي اول ما قالوا لنا ان احنا هنطلع من الصوت والضوء. مكان مختلف، اول مرة اطلع منه هوا. كنت متخيلة ان انا هاجي بقى الاقي الدنيا ساقعة قوي والناس قاعدة تحذرنا وكده. لا، الجو رائع، وان شاء الله كمان السهرة هتبقى رائعة. انا ليا النهارده ملاحظه، ان هل في حد من رؤساء العالم بعت لرئيس الجمهوريه، مش السنه دي يعني في كل السنوات، الرئيس السابق، الرئيس الاسبق منه، بمناسبه عيد شم النسيم؟ ما يتهيأليش، بس هل مطلوب مننا ان احنا اعتقد نقول يعني انا للناس يعني مثلا عيدوا علينا؟ يعني هي بغض النظر طبعا ان احنا نقول الناس عيدوا علينا ولا لا، طبعا مش المفروض، لكن لو اكتشفنا ان هو اقدم عيد بتحتفل بيه جماعه بشريه، وانا اقصد بيه المصريين بشكل متواصل على مدار التاريخ، هو عيد شم النسيم. يعني اقرب حاجه ليه هو عيد النيروز اللي بيحتفل بيه الفرس والاكراد، لكن ما بيبقاش بنفس يعني مش بنفس القدم، هو 3500 سنه بس. لكن ياكلوا زينا لا ما ملانة اعرفش. وترمس وفسيخ ورنجة، لا ما اعرفش والله، بس هو ولا اللي احنا اعرفه كمصريين اتعودنا ان احنا اعيادنا دايما بيبقى فيها مرتبطة بالاكل؟ أعيادنا مرتبطة بالأكل ومعظم الأعياد غالبا في العالم، بس هو إحنا ده بقالنا 5000 سنة بنحتفل بنفس العيد، فالمفروض الإنسانية تهتم أكتر بالعيد ده، لأن عيد شم النسيم يعتبر أقدم عيد إنساني لسه فيه جماعة بشرية وهم المصريين بيحتفلوا بيه بقالهم 5000 سنة. اليوم كمان النهارده الحمد لله عدى بسلام. الواحد قاعد عمال يفكر من الصبح، يا ترى اليوم هيكمل على خير. المصريين الفتره اللي فاتت انهكوا من الاحداث السياسيه المختلفه، لكن دايما برضو كعاده المصريين اول ما بتيجي مناسبه يحتفلوا، ما بيضيعوش الفرصه ايا كانت الصعوبات وايا كان الاجهاد اللي بيقابلها، ما بيترددوش. طب اسمحي لي اجاوب على السؤال اللي انت سالتيه لي بقى، هل احنا نهني نفسنا ولا لا؟ بمناسبه شم النسيم احنا نهني نفسنا، وكل سنه واحنا طيبين يا مصريين، كل سنه واحنا طيبين، سواء كنا صعايده، نوبيين، سيناويه، بحروه، او حتى من قبائل اولاد علي من كل حته في مصر، كل سنه واحنا طيبين يا مصريين. كل سنه واحنا طيبين. احنا النهارده معانا فقرات مختلفه. ايه بقى؟ معانا النهارده فرقه موسيقيه، ولا مش فرقه واحده؟ فرق موسيقيه. فرق موسيقيه من الصوت والضوء. من الصوت والضوء، وهنسمع انواع مختلفه للمزيكا النهارده. انا ما فهمش في المزيكا كتير، لكن هحاول، لكن بتذوق المزيكا كويس، فحاول اتذوق النهارده المزيكا، ونتذوق كلنا من انواع مختلفه من الموسيقى ان شاء الله. ليله طربيه غنائيه على شاشه المصريه. نقابلكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم من جديد. عمرك فكرت الحياه كانت شكلها ازاي من الاف السنين؟ احنا لما بيبقى النوم عندنا مقطوع لمده لحظات، مش هقول ساعات، ولما بيبقى عندنا المايه كمان مقطوعه، بنبقى قاعدين مش عارفين نتصرف ازاي ومش عارفين نتعامل ازاي. القدماء كانت ما عندهمش اصلا الحاجات دي ولا الكماليات دي موجوده عندهم في البيت. فنانين كتير قعدوا يفكروا ازاي الناس كانت عايشه قبل كده. من خلال عرض الصوت والضوء بياخدوك لمدة ساعة تتفرج على مصر الفرعونية، كانت الناس ازاي عايشة، الناس ازاي بنت اهرامات، الناس ازاي بنت ابو الهول، الناس ازاي كانت بتتعامل. كل ده من خلال عرض في اقل من ساعة. هنقابل النهاردة وهينورنا المهندس فوزي عبد الحميد، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما. اهلا وسهلا بحضرتك، شكرا على استضافتكم لينا. اهلا وسهلا بكم ومرحب بكم في البلاتو الجميل ده، وفي منطقة من اعظم بقاع العالم يعني. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا. عايز اتكلم عن الصوت والضوء، بس قبل ما ابتدي الكلام عايز اعرف يعني ايه الصوت والضوء والسينما. هي دي قصه طويله، لكن نبدا بالصوت والضوء. حقيقه بدايه الصوت والضوء الفضل ليها اساسا الدكتور ثروت عكاشه رحمه الله عليه، لما كان وزير الثقافه وراح فرنسا، دي اول عروض صوت والضوء اتعملت كانت في فرنسا، فاقتبسها من فرنسا، ومن ساعتها بدات من الستينات سنه 61 وافتتح عرض صوت والضوء، اول عرض صوت والضوء في الاهرامات، حضر رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الناصر. وكان مسرح هنا بلاتو للصوت والضوء، اتعمل فيه حفلات كبيره جدا لعبد الحليم حافظ وام كلثوم وفرق دوليه كتيره جدا، خوليو جلاسيوس وغيره وغيره، والباليه كان مسرح هايل، كانت خلفيه كويسه جدا. بعد كده انتشرت عروض الصوت والضوء،
في الكرنك، في معابد الكرنك، ثم في فيلا 84، ثم في ابو سمبل سنه 2000، واخر عرض اتعمل في معابد ادفو. يعني دي اما صدو ده بيعمل ايه؟ فده دي رساله ثقافيه على المستوى المحلي والمستوى الدولي. المستوى المحلي ازاي؟ جميع المصريين اللي بيجوا يحضروا عروض صوت والضوء، التذكره رمزيه، مفيش حاجه اسمها يعني النهارده حاجه ب 10 جنيه، تذكره رمزيه خدمه لكل المصريين، و 50% للطلبه، طلبه الجامعه والمجموعات، بنديهم تخفيض 50% تشجيع للثقافه. صوت والضوء بيعمل ايه؟ بيشرح الاثر بطريقه ظريفه مش طريقه جافه، يعني ممكن واحد يزور اثر ما مش شايف ايه، لكن بيتحكي له حاجه ما بيعرفش يتخيل. انا بضيف له المعلومه دي سواء بالليزر او بالبروجيكشن، وحاجات اثريه من المناطق الاثريه بيعتمدها الاخوه الاثريين فتشين الاثر والناس المعنيين بالتاريخ.